جولي تحبي تخصص لنا حلقة مستقلة عن كتاب الجفر؟ ايه الجفر يا جولي؟ اتكلم عن الجفر يعني؟ لو اتكلمنا عن الجفر، الجفر هو كتاب، هو علم نبينا محمد صلى الله عليه واله. السلام، هو دي كلمة عربية؟ الجفر معناها هو سمي الجفر لانه كتب على ولد الشاه. معناها هو سمي الجفر لانه كتب على ولد الشاه. وعلى ولد كتب كتب على جلد الشاه. جلد الشاه يعني ده خط ولا ده علم بيكتب؟ هو علم من علوم اهل البيت يخص به مدينة العلم. هو الامام علي في يعني اخر ايام الرسول صلى الله عليه واله. اوصى وصيه الامام علي بالجفر، وهو علم الاولين والاخرين، ما يكون وما سيكون في العالم الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وآله أوصى وصيه الإمام علي بالجفر، وهو علم الأولين والآخرين، ما يكون وما سيكون في العالم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. يعني حاجة زي علم التنبؤات، علم المستقبل. أيوة. إنه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وضع هذا العلم أو أسسه. أيوة. وكان من وصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه أرقام معينة وبشفرات معينة. ربنا أوهى بنعمل أشخاص معينة من نسل آل البيت لفك هذه الشفرات ورموزها. وليه علماء كسر؟ يعني هل هناك مش كتير علماء متخصصين؟ من يهب لهم الله هذه. مين أبرز مثلا نقدر نقول علماء في التراث الإسلامي وضعوا؟ لأن أنا أول حاجة مرة أسمع عنه. لا، هقول لحضرتك أول مرة، هو معروف الجفر إيه هو، ولكن فهو علم من علوم آل البيت بيعتمدوا عليه بأحداث. واقول لحضرتك حتى الحاخامات بيسرقوا مننا من الجفر، بيبنوا بالارقام بطلاسم معينه بيقدروا يعرفوا حاجات في المستقبل من الجفر. طب معلش يعني استحمليني، هل ده ليه علاقه بالاعمال مثلا؟ هل ليه علاقه لا 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 لا، هو علم الاولين والاخرين، من وصيه كتبها الامام علي من رسول الله. ان كنت مدينه العلم فعلي بابها، فان اردت المدينه بابها. ليه أرقام معينة وبشفرات معينة. ربنا أوهى بنعمل أشخاص معينة من نسل آل البيت لفك هذه الشفرات ورموزها. الحاخامات بيسرقوا مننا من الجفر، بيبنوا بالأرقام بطلاسم معينة بيقدروا يعرفوا حاجات في المستقبل من الجفر. الناس يعني الحمد لله أول ما خرجت كان ليا تأثير على الناس يعني مصري وعالمي، فاستغلوا ناس هذه الموضوع وتجروا بكلمة الجفر ودخلوا في مواضيع وضحكوا على ناس، ويعني استغلوا كلمة الجفر لأن كلمة غريبة اللي يعرفوها أهل الصفاء أو الصوفيين أو رحمة الله عليهم رجال أزهر توفوا إلى رحمة الله. هذا علم قديم، هذا علم أنبياء، هذا علم ورثة الأنبياء. الحاخامات بيسرقوا مننا من الجفر، لكن للأسف استغل على هيئة كتاب. أصلا الكتاب مش موجود في السوق، لكن للأسف استغل على هيئة كتاب. أصلا الكتاب مش موجود في السوق. معناها هو سمي الجفر لأنه كتب على ولد الشاه، وأصلا الكتاب أصلا يعني. طب أنت عندك نسخة؟ أنا النسخة اللي بتجيلي من ربنا، وأصلا الكتاب أصلا يعني. طب أنت عندك نسخة؟ أنا النسخة اللي بتجيلي من ربنا،
انا حتى ما هو الكتاب مش موجود فيه كذا كذا كذا. ده علم جفري ليه شفرات، ليه 100,000 طريقة. انا ممكن اقعد في سؤال عشان اخرج نعم او لا، اقعد بالعشرين يوم عشان اجيب مين وعين ومين. طيب هنخلي حلقة مستقلة ان شاء الله لعلم الجفري. بس عايز اسألك سؤال مهم خاص بالموضوع ده. اسأل يا اخوك. سؤال لولابي يعني. ما تسأل يا السؤال بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعلم الغيب. لكن للأسف استغل على هيئة كتاب، أصل الكتاب مش موجود في السوق. بس بقى كده ظهرت قوي، انت كده قطعت لي الشورت في البسين. الايه؟ الشورت في الكمين. الايه؟ الشك باليقين. الشك في الكمين؟ الشك باليقين يا بني آدم.